في النشاط الحزبي وخلال إشرافه على تنصيب الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية للشباب، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي طيب زيتوني على الدور الفعال المنوط بالشباب للنهوض بالتنمية وعلى دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية. الجزائر مهددة أكثر من أي وقت مضى، بعد ما مشينا من خرجنا من الانتخابات منتصرين وعندنا رئيس جمهورية منتخب ديمقراطيا، بعد ما مشينا نبني ونحارب الفساد، اليوم نشوف بعض الأصوات، وهذا دوركم أنتم كشباب باش تتحدوا لها، لأن مستعمر الأمس مازال يترصد بالجزائر ومازال يحوس أنه يسقط الجزائر، وقال بأن الجزائر تنهار. اليوم باسمكم من عاصمة الأوراس نقولوا نعم، جزائركم التي كنتم ترونها تنهار، راهي تريب. جزائر اللي كانت حابين ان فرنسا تتحكم فيها راهي تريب، وحنا رانا نشاركوا في تهديمها وبناء جزائر الشباب، جزائر بن بولعيد والعربي بن مهيدي واليمين زروال.